أهلا بكم من جديد ونستكمل هذه طبعا التغطية. وقبل ذلك أذكر وأقول بأنه كان قبل قليل يعني صافرات إنذار في مدينة ريشون ليتسيون ومدن المركز وسقوط مباشر لإحدى الصواريخ القادمة من الفصائل الفلسطينية إلى مدينة ريشون ليتسيون. لا أنباء عن أي إصابات ولكن يعني هناك يعني أضرار في الممتلكات. ومرة أخرى نكمل هذه التغطية، هذه المرة أتوجه إلى دكتور موشي العاد كولونيل احتياط في الجيش الإسرائيلي. تحياتي لك سيد موشي. مساء الخير. مساء الخير لك يعني سيد موشي. مرة أخرى يعني حالة من يعني الصدمة تشهد الشارع الإسرائيلي. نتحدث عن هجوم الذي كان في 7 أكتوبر، استمر في هذه الحرب واستمرار الرشقات والصواريخ برغم القصف الإسرائيلي الشديد على قطاع غزة وعلى الفصائل الفلسطينية، لكن حتى هذه اللحظة لا يزال هناك تخوف الشارع الإسرائيلي أن الصواريخ تصل مدن المركز، هناك حتى إصابات مباشرة، وكان الأمر لا يردع الفصائل الفلسطينية. لا، تقديراتنا وكل شيء، كان عندنا معلومات عن القدرة الخمسوية هي أن حتى اللحظة التي يجتاح جيش الدفاع ويشتبك مع القوات، قوات حماس والجهاد الإسلامي داخل القطاع، فهذه القدرة تستمر يعني، واستمرار إطلاق الصواريخ والكذائف وقنابل وكل شيء سيكون لآخر اللحظة قبل الاشتباكات، وهذا صحيح طبعا. ونحن لكن اسمح لي فقط أن أقول هذا الخبر، يعني هناك أيضا يعني تقارير تشير الآن بأن هناك إصابتين طفيفتين في الصاروخ الذي وقع في منطقة ريشون ليتسيون. الحديث الآن يدور عن إصابتين، تفضل. نعم، نسبة النجاح للأسف الشديد إصابات فيه وفي قتلى كمان، نسبة النجاح لو تقيم الكل يعني من 5000 صاروخ يعني كانت بحدود 2% 1% نجاح، يعني هذا يشير إلى هذه القدرة. فنحن كلنا أمل أن لما ندخل على قطاع غزة ونوصل إلى اشتباكات يعني داخلية يعني ونوجه هؤلاء المحاربين، فهذا كله يوقف بشكل كامل متكامل. نعم، قبل قليل أيضا تحدثت عن صورة النصر الذي تبحثها الحكومة الإسرائيلية في هذه الحرب لإرضاء غضب الشارع الإسرائيلي، بعدما كانت هناك أنباء عن يعني محاولة لاغتيال لعضو بارز في قطاع غزة. إلى أي مدى مهم في هذه الحرب لإسرائيل تحديدا أن تحاول أن تغتال شخص من المطلوبين المهمين من القيادة البارزة في حركة حماس؟ لا، نحن طبعا لما نتكلم عن منظمة إرهابية، إذا كانت حماس أو داعش أو الجهاد الإسلامي، دائما نتكلم عن رأس الحي. رأس الحي هو يعني بالنسبة لحماس عارفين مين هم، محمد ديف ويحيى السنوار وصالح العروري وأسامة حمدان وإسماعيل هنية وخالد مشعل وإسماعيل أبو مرزوق وبعدهم وطبعون هؤلاء من داخل القطاع وخارج القطاع. اليوم أعلن رئيس الحكومة نتنياهو أن كل هدول هم يعني مستهدفين من قبل جيش الدفاع، إذا كانوا داخل المنطقة أو خارج المنطقة، للأبد أبدين للأبد أبدين. فلذلك نحن نقول الله ما صبر إلا الصبر، نحن عم نصبر ويعني نتحمل كمان يوم كمان يومين توصل اللحظة التي نحطهم ونلقى القبض عليهم. نعم سيد موشي، ابقى معي قليلا، أريد أن أتوجه أيضا إلى الصحفي المختص في الشأن الفلسطيني في قطاع غزة سهيل ناصر. سهيل، يعني ضعني في آخر التفاصيل، صورة المشهد لديك واستمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. يعني بداية القصف الإسرائيلي هو مستمر حتى اللحظة في كل أرجاء قطاع غزة في كل مكان، لا يوجد منطقة آمنة كما يدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي. ولكن دعني بداية
أعزي الزميل وائل الدحدوح الذي استهدف بقصف لعائلته في منطقة الوسطى في النصيرات، الذي تحدث عنه أو تحدث عن هذه المنطقة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن هذه منطقة آمنة، ولكن واضح بأن لا يوجد شيء آمن هناك، فقط هو يحاول أن يضغط سكان أهالي قطاع غزة. وائل الدحدوح واضح بأن هذا الأمر مستهدف بشكل واضح وممنهج نعم. إذا يعني سنعود لسهيل بعد قليل. أريد أن أعود مرة أخرى للدكتور موشي العاد. دكتور موشي العاد، يعني مرة أخرى حتى هذه اللحظة يعني استمعنا لخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال سيكون هناك هجوم بري ولكن لم يكن يعني متى. لماذا هذه الضبابية حتى هذه اللحظة على هجوم بري؟ استعدادات كثيرة نشاهدها على الحدود، قوات أمنية كبيرة، يعني دبابات وجبات عسكرية متواجدة على الحدود، ولكن ما يؤخر إسرائيل هجوم بري حتى هذه اللحظة؟ مش تأخير وسام، طبعا القوات تتواجد حاليا في فترة تحضير. بدي أذكر في حرب الأيام الستة عام 67 كانت فترة التحضير والانتظار 3 أسابيع، يعني كانت أعصاب الجنود كتير متوترة، والناس في إسرائيل كانوا متوترة، بس الجيش قال بشكل واضح نحن نقرر يعني توقيت الدخول وتوقيت الحرب، وانتم بتعرف يعني شو كانت النتائج. خلال 6 ساعات دمرنا كل السلاح الجو السوري الأردني والمصري. فنحن نقول اليوم كل لحظة أن احنا بعدنا في وقت التحضير نستفيد منه، لأنه الجيش يعني بحضر حاله أحسن ويدرس منيح كل الخطط تبع الاجتياح، وأعتقد أن هذا هي بركة. هذا فترة التحضير، فترة الانتظار بركة بالنسبة للجيش. نعم. بس أعتقد أن الاجتياح قريب جدا. دكتور موشي ابقى معي قليلا، أعود إلى شبكة مراسلنا في الميدان، هذه المرة إلى إسراء الزير المتواجدة في الحدود الشمالية الإسرائيلية اللبنانية. إسراء، يعني آخر التطورات لديك حتى هذه اللحظات، هل هناك هدوء نسبي كما نشهده في الأيام السابقة؟ نعم، الهدوء النسبي هو سيد الموقف بعد إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إغارة الطائرات الإسرائيلية على مواقع عسكرية لحزب الله عند الحدود اللبنانية، وذلك بعد قيام حزب الله باستهداف موقعين وهما رأس الناقورة وحانات المقابلتا للقطاع الغربي عند الحدود اللبنانية، فيما قام الجيش الإسرائيلي حقيقة باستهداف 3 خلايا مضادة للدروع تابعة لحزب الله عند الحدود اللبنانية وسام، ليصل أو حتى تكون كافة الاستهداف فات للخلايا حتى هذه اللحظات هم تصفية 5 خلايا بعد قيام القوات اللبنانية، أو حتى أعتذر حزب الله بإطلاق صواريخ استهدفت دبابة في أفييم. قام حزب الله بتبني هذه العملية حيث سقط العديد من القتلى والجرحى من طاقم هذه الدبابة، فيما قام القوات الإسرائيلية بإطلاق صواريخ استهدفت مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني كان آخرها مزارع شبعة، والتي سقط أيضا بعدها بقليل غارة سقط منها 3 صواريخ، صاروخين سقطا بالقرب من قافلة كان فيها كل من الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية، فيما قام حزب الله في صباحة هذا اليوم بنعي حوالي 12 عنصرا من عناصره، وذلك ربما هنالك الصوت الآن في هذه المنطقة، إلا أن يمكنني أن أكمل عن اللقاء السياسي الذي جمع كل من حسن نصر الله وزياد النخالة والعروري، والذي كان ردا على ربما اجتمعا وناقشوا أيضا مجريات طوفان الأقصى، وهذا بالتأكيد إلا أنهم خرجوا بصورة وسام لكي يرسلون من خلالها رسالة سياسية لإسرائيل حول ماهية الدخول البري الذي تخطط إليه إسرائيل والذي أعلن عنه بيبي نتنياهو في الساعة القليلة الماضية، وما تكلم عنه أيضا بايدن. الآن هنالك تساؤلات في الجنوب اللبناني وخاصة في المنطقة هذه التي أصبحت أيضا خالية عن عروشها بعد تم نزوح العديد من الإسرائيليين إلى مناطق بعيدة كل البعد عن الحدود اللبنانية، تخوفا عليهم من سقوط العديد من الصواريخ القادمة من الجنوب اللبناني.
هنالك العديد من الأصوات التي تخرج في هذه المنطقة، إلا أن لا يوجد أي معلومات عن هذه الأصوات والسامي، لأن هذه المنطقة أعتقد ربما هي قريبة جدا من الانفجارات، إلا أن الوضع هادئ نسبيا، إلا أن المنطقة من خلفي خالية من السكان ولا يوجد حتى صفارات إنذار، إلا أنني لست متأكدة وسام عن حول هذه الأصوات. هذه آخر التحديثات والمستجدات في المنطقة الجنوبية بين المنطقة الحدودية بين كل الشمالية نعم وإسرائيل. نعم إسراء أزير كنت معي من المنطقة الشمالية. نعم شكرا لك، وأتوجه الآن إلى المنطقة الجنوبية حيث تتواجد مراسلنا عمر ربيع على الحدود الجنوبية الإسرائيلية مع قطاع غزة. تحياتي لك عمر. عمر، يعني رشقة كانت في منطقة تل أبيب وجوجدان ومدن المركز، هل من جديد لمدن غلاف غزة؟ نعم وسام، إذن صوت الرشقات الصاروخية وأيضا المدفعية من جانب الجيش الإسرائيلي لا تتوقف، ومعها أيضا لا تتوقف أزيز الطائرات والمقاتلات والزنانات من الجانب الإسرائيلي التي يعني تحوم فوق أجواء قطاع غزة. قبل قليل أيضا سمعنا يعني صوت اشتباكات بالرشاشات الثقيلة، ومن ثم رأينا يعني إطلاق الجيش الإسرائيلي لقذائف الإنارة يعني في شمال قطاع غزة وبالقرب من أشكلون في جنوب إسرائيل. يمكننا أن نستنتج أنه كانت هناك عملية أو محاولة للتسلل من قبل عناصر حركة حماس في هذه المنطقة، وبالتالي فإن الجيش الإسرائيلي استعان بقنابل الإضاءة من أجل عمليات التمشيط. لا يوجد هناك أي معلومات حتى الآن، يعني معلومات رسمية صادرة عن الجيش الإسرائيلي حول هذا الحادث، ولكن لربما كانت أصوات الاشتباكات التي سمعناها جليا من هنا من مكان تواجدنا في مدينة سديروت وموقعنا المطل على تخوم قطاع غزة. عدا عن هذا الحدث وسام، لم تسجل أي أمور جديدة، لأن الأمور القديمة يعني التي أفدناكم بها في تغطيات سابقة هي ما زالت سيدة الموقف، صوت المدفعية من جهة وأزيز الطائرات من جهة أخرى، إضافة إلى منظر القذائف التي يتم إطلاقها من قطاع غزة صوب الأراضي الإسرائيلية. طبعا تحدثت وسام عن سقوط قذائف في مركز إسرائيل، نريد أن نشير إلى أن هناك 4 إصابات طفيفة بحسب نجمة داود الحمراء والطواقم الطبية، 2 في بيت حتيكفا و2 آخرين في ريشون ليتسيون، وبدون شك أن هذه الإصابات بحسب الطواقم الطبية الإسرائيلية. نعم للتصحيح، هي 5 إصابات، 2 في كفار سيركن و3 في مدينة ريشمسون. أكمل عمر. صحيح هكذا تقول الطواقم الطبية الإسرائيلية، وهذه الإصابات هي ناجمة عن القصف من قطاع غزة صوب الأراضي الإسرائيلية. وبوسعنا يعني أن نرى مثل هذه القذائف تطلق وتفلت من القبة الحديدية، فيما يتم اعتراض البعض الآخر عبر هذه المنظومة للدفاع الجوي. طبعا الجانب الإسرائيلي يقول إن عددا لا بأس به من القذائف يعني اليوم سقط في مناطق مفتوحة، لا سيما تلك القذائف التي أطلقت ظهر اليوم أو صباح اليوم لأول مرة طبعا منذ اندلاع الحرب صوب مدينة إيلات أقصى الجنوب الإسرائيلي. بدون شك أن يعني إخلاء السكان الإسرائيليين من هذه البلدات أيضا يقلل من نسبة وقوع إصابات في صفوف المدنيين الإسرائيليين وسام، ضمن يعني القذائف التي تطلق على بلدات غلاف غزة. نعم عمر ربيع مراسلنا في الحدود الجنوبية من منطقة غلاف غزة، شكرا لك حتى هذه اللحظة. وأتوجه الآن إلى سهيل ناصر الصحفي المختص في الشأن الفلسطيني من مدينة غزة. يعني سهيل، مرة أخرى قبل أن يقطع خط الهاتف، تحدثنا وقلنا أن هناك استمرار لقصف عنيف من الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. بكل تأكيد الاستهدافات مستمرة حتى اللحظة في مناطق متفرقة في وسط
وفي جنوب وفي في كل المناطق في قطاع غزة. اليوم في كل يوم هناك يسجل مجزرة جديدة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة في قطاع غزة، وآخرها للأسف عائلة مدير مكتب قناة الجزيرة في غزة الزميل وائل الدحدوح الذي فقد زوجته قصف الذي كانوا يسكنون فيه في النصيرات، وهي المنطقة التي حددها جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنها آمنة، ولكن للأسف واضح أنه لا شيء آمن. واضح بأن جيش الاحتلال يحاول فقط أن يضغط أهالي سكان قطاع غزة وأن يبتز. الآن أيضا هناك قصف جديد في شرق مدينة غزة، المناطق هناك مناطق لم يسلط عليها الضوء. الزميل العزيز، كل ما يبث عبر وسائل الإعلام هو 1% من المشهد الحقيقي على الأرض وفي الميدان، صور مرعبة تكاد أن تشعر بالخوف والرعب أثناء تجولك إذا استطعت التجول في أجواء وأرجاء قطاع غزة. في كل شارع يسجل مجزرة جديدة وقصف مختلف لبناية أو لشقة أو لأرض أو حتى تدمير لبنى تحتية. واضح أيضا بأن ما يستخدمه الاحتلال هو أن يضغط على الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة من خلال استهداف العائلات. أكثر من نصف الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ، وما يستخدمه جيش الاحتلال من عدم إدخال الوقود الخاص بالمستشفيات. الوضع مزري جدا. قبل قليل كنت في مستشفى الشفاء، يعني نصف المستشفى يضاء بالإنارة والنصف الآخر معتم. يعني أعتقد يوم غد ربما سيتم أن تتوقف مستشفى الشفاء تماما عن الإضاءة، وبالتالي سيفقد الكثير حياتهم جراء هذا الأمر. هناك عمليات تجرى لبعض الحالات في قطاع غزة، وخاصة العمليات الحرجة في مستشفى الشفاء دون أن يتم استخدام الأدوات المطلوبة، وبالتالي الأطباء يستخدمون ما هو المتاح لديهم. الأمور في غاية الصعوبة وفي وكارثية. يعني إن كان هناك كلمة أو مصطلح غير معنى كارثي هو موجود الآن في قطاع غزة، والتهديد الإسرائيلي بأن أن يكون هناك عملية برية، وفي ضغطه وتشديد الحصار على قطاع غزة الأمور تخرج عن السيطرة بشكل كامل. وبالتالي كل هذا الأمر واضح بأنه يريد أن يضغط على الفصائل بما يخص الرهائن، وأنه يعتمد ويستمد ما يفعله في قطاع غزة من خلال الدعم الأمريكي والدعم الذي تقدمه بعض الدول التي زارت إسرائيل وأعطتها الضوء الأخضر والمفتوح أيضا من أجل استهداف قطاع غزة دون التفريق بين المدنيين وما بين النساء والأماكن المدنية بشكل واضح. ولكن على الصعيد الآخر، إذا ما قرأنا بالطريقة التي تتعامل بها حركة حماس، تريد أن تعطي إشارة للجانب الإسرائيلي ولأطراف أخرى بأن كل الاستهدافات الإسرائيلية هي مدنية، وأن حتى القدرات الصاروخية هي تعمل بكامل قدراتها. الاستهداف الذي جرى قبل قليل لقلعة تل أبيب، استهداف بقذيفة صاروخية، واستهداف آخر وصل حتى عكا ومشارف الشمال المحتل، إضافة إلى ذلك إلى الجنوب من جهة إيلات. كل ذلك ربما يعطي إشارة بأن هناك تكتيكا تستخدمه الفصائل في قطاع غزة، ولكن حقيقة وفي حقيقة الأمر الأمور يعني بالطريقة ربما التي تعدها الفصائل في غزة، يعني على صعيد آخر الأوضاع كارثية بشكل لا يتصوره ولا يتخيله عقل. أعتقد بعد انتهاء الحرب، إن بقينا أحياء لا أعلم، الكثير من القصص المرعبة والقصص المحزنة التي يعني يتقطع لها القلب حقيقة على أرض الميدان، الجميع في حالة صدمة إن صح التعبير، الجميع في حالة صدمة. نعم سهيل، من الأحباء والأقرباء ومن الزملاء، وبالتالي لا نعلم كيف سوف يتم أن تستمر على هذا المنوال أو على هذه الحالة. سهيل، يعني انتبه لنفسك، قلت إن بقينا أحياء، يعني نتمنى جميعا أن تنتهي هذه الحرب بسرعة وأن تنتبه لنفسك، هذا أهم شيء. سعود لك بعد قليل. أريد أن توجه لدكتور مشاء العاد مرة أخرى، كولونيل الاحتياط في الجيش الإسرائيلي. يعني سيد يعني عفوا دكتور مشاء، للأسبوع الثالث على التوالي 19 يوم، وممكن أن نقول بأن الحكومة الإسرائيلية من خلال هذه الحرب هل حققت جزء من أهدافها في هذه الحرب من البداية أم لا؟ طبعا المرحلة الأولى هي طبعا تصف وغارات على غزة
بعد إعطاء إنذار لسكان الشمال أن يتمشوا إلى الجنوب. ثانيا الوصول إلى الأهداف الرئيسية على حماس. وثالثا تحضير الأمور يعني لكي يكون الاجتياح البري والمعركة البرية تكون دقيقة منظمة مرتبة وتوصل أن تحقق كل الأهداف بالأسابيع أو الشهور القليلة الكاذمة. أريد أن أقول يعني كملاحظة لكلام الصحفي من غزة، نعم إسرائيل عم تضغط على قطاع غزة وهذا الضغط سيكون أقوى وأقوى قد ما نتقدم، نوصل مع المتفجرات مع الكسف ومع الغارات إلى تحت الأرض مثل وصلنا اليوم. وإذا بدال عند قيادة حماس قليل من الضمير فأحسن إلهم أن ينقذوا غالبية السكان يطلعوا من هناك ويسلموا أنفسهم، لأن هم اللي خربوا القطاع، هم اللي بدأوا بكل شيء. يعني حتى أكتوبر 7 ما كانش إشي، يعني مين اللي فتح المعركة؟ حماس بكل ما عملوا. فلذلك هم لازم يدفعوا الثمن، عليهم الحق، وكل الشكاوى وكل المشاكل اللي عندهم سكان القطاع حاليا يوجهوها إلى قيادة حماس التي تتواجد تحت الأرض حاليا. نعم، يعني هذا ما تحدث عنه الجميع بأن الحكومة الإسرائيلية تبحث عن صورة نصر معينة. وبالحديث عن الاغتيالات، هل من المهم جدا أنه في حال إذا تم إسرائيل واستطاعت أن يعني تغتال أحد القادة في الفصائل الفلسطينية وفي الذات في حماس، فهل هذا ممكن أن نعتبره كصورة نصر ممكن أن تنهي هذه الحرب؟ يعني فيش هناك صورة نصر، نحن يعني هؤلاء مجرمين. شو يعني نصر؟ نصر على مين؟ مجرمين يعني قاتلين أولاد ومغتصبين نسوان. هاي الحكومة سبيل. الحكومة الإسرائيلية التي تبحث عن صورة نصر في هذه الحرب لتهدئ من الشارع الإسرائيلي. الحكومة الإسرائيلية تريد أن ترى هؤلاء الخمسة وستة وسبعة يا ميتين يا محبوسين عنا، واحد من اثنين، يعني فيش طريق ثالث بس هناك ما في أي صورة نصر. صورة النصر ستكون لما يرجعوا سكان المنطقة الجنوبية إلى بيوتهم بعد ترميم واسع نطاق دون أي يعني خطر من قبل قطاع غزة عليهم. هذا سيمكن يستغرق سنة سنتين ثلاث، بس هي راح تكون صورة النصر لما نشوف الكيبوتسات بازدهارهم وبكل إمكانية التوصية ووجود الأولاد بنفس الأماكن اللي كانت فيها المجزرة في أكتوبر 7. في حديث أيضا يعني بشأن آخر، كان هناك ضغط، ممكن أن نقول ضغط إعلامي كبير أيضا على وجود ما حصل في تركيا اليوم. يعني أردوغان رئيس تركيا قال بأن حماس ليست منظمة إرهابية. فيدان التقى أيضا في هنية في قطر. هناك ضغط من الدول المجاورة على ما يحصل في إسرائيل، أبرزهم كانت الملكة رانيا زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني التي أيضا انتقدت إسرائيل وما تقوم به من قصف في قطاع غزة عبر وسائل الإعلام. فما رد إسرائيل في هذه الحالة؟ بالنسبة للسيد أردوغان أريد أن أقول أن غريب جدا، قبل شهر كان هو نتنياهو كانوا يسموا واحد الثاني يعني صاحبي my friend قال له، وصدفة هنا أجا وقال الكلام من امبارحيات. ونحن بنفهم هو يتكلم مع شعبه لازم يكون وطني، لازم يكون قومي عربي مسلم مش عارف شو، بس بعيد عن الحقائق. كمان نفس الإشي بنسمع من إدارة، ولكن أريد أن أتركز عن الملكة رانيا. والله كلام الملكة رانيا لمغسلة CNN كريستيانا مامبو كانت يعني بالنسبة إلنا قيمة العار. استعربنا من كلمات الملكة رانيا، وأقول لك ليش. عندما اختطف تنظيم داعش التيار الأردني في 2015 موسى الكساسبي
وقفت إسرائيل كلها إلى جانب الأردن ولم يدي أحد أن الصورة كانت مفبركة. قلنا عن هذا الصورة صحيحة ونحن مع الأردن. وكلام المالكة رانيا لمراسلة CNN يعني هذا مثل على كيفية قيام إمرأة مالكة تحترم في جميع أنحاء العالم باستخدام منصبها في سياسة هامشية، سياسة صغيرة. فلذلك نحن كتير يعني عيب كتير مش راضيين من كلام الملكة رانيا. مع كل الاحترام لجلالة الملك عبدالله ولكل الأردنيين، بس هذا الشيء يعني راح يكون في إسرائيل مكتوب للأبد أبدين. هذه الكلام هي لازم تعتذر ولازم ترجع من كلامها. يعني بالتأكيد هذا أمر يعني الجميع يتحدث، هناك ضغط إعلامي كبير أيضا، ليس فقط في إسرائيل ودم في العالم، العالم منقسم. لكن مرة أخرى سؤال أخير، يعني هل في جملة ولكن يعني إذا سمحت لي، إسرائيل قادرة على أن تقول الآن جبهتين أيضا جنوبية وأيضا شمالية مع حزب الله في حال كان هناك حرب؟ نعم، الجواب واضح نعم، ولكن أعتقد أن حزب الله ليس له أي مصلحة حاليا بدم إلى الحماس أو الجهاد الإسلامي. هناك على فكرة حرب صغير، حرب أنا بسميه حرب استنزاف. نعم دكتور موشي العاد، ضيق الوقت، يعني الكولونيل الاحتياط في الجيش الإسرائيلي ومحاضر في كلية الجليل الغربي، شكرا لك على هذه المداخلة. وأيضا أريد أن أشكر شبكة مراسلينا في الميدان جميعا وفي قطاع غزة. ننهي هذه التغطية، شكرا لكم على طيب المشاهدة وإلى اللقاء.